التعلق. أشير إلى أن المواصفات النوعية تتعلق وترتبط بالأشياء والظواهر والناس والعلاقات ومكان الإقامة إلى ما هنالك، وهذه ميزة أساسية من ميزات عقلنا، وهي تضمن بقاء الإنسان واستمراريته وتطوره، وهي ذاتها تؤدي إلى تلك النكسات التي تحل بنا. أنتم لن تبلغوا أبداً الحرية إن لم تتبعوا شخصياً كيف تتعلقون وترتبطون بأمر أو شيء أو أحد ما، وكيف بعد ذلك يصعب عليكم فك ذلك الارتباط والتعلق. وبالمناسبة، أي مكان في الجسد هو المسؤول عن التعلق؟ في أي مكان من الجسد أنتم تشعرون بالتوتر أو عدم الارتياح عند سعيكم للفراق مع شيء ما أو أحد ما؟ أتستطيعون العبور ذهنياً إلى ذلك المكان والبدء بمعايشة هذه الأحاسيس؟ وهكذا، فإن الحياة والسعادة هما ذاك الناتج كحصيلة لوجود ومعايشة الحالات المتناقضة المتباينة والمتضادة. وهذا هو طريق الوسط الشهير، الطريق الذهبي. ماذا تفعلون أنتم بصفتكم إنسان عاديا؟ أنتم ترتبطون بذاك النمط من الحياة وبتلك الحالة التي أنتم تتواجدون بها في اللحظة الحاضرة، معتبرين إياها الحل الأفضل لأنكم اعتدتم عليها، وبكل قواكم تسعون لمنع حدوث أي تغييرات أو أي شيء جديد. فالجديد كما تحسبون يمكن أن يجلب لكم المزيد من الهموم والأخطار غير المتوقعة، وفي النتيجة إن التغييرات مجبرة على الحدوث، مقدمة بذلك مجموعة عذابات. المنادى ستبقى دائما تقفز وتتنقل، وهذا هو القانون الذي لا يحق لأحد خيانته. عاجلا أم آجلا ستعود من جديد، إن لم يكن في هذا المجال من الحياة ففي مجال آخر. لا يوجد شيء دائم مستمر، مرة يان ومرة يانغ، ولذلك لا جدوى من الارتباط بشيء أو التعلق به. تقبلوا ما سيحدث معكم ومع قلبكم اللين، غوصوا بسهولة واطفوا بسهولة، حينها لن تتوقفوا في النهايات. وأما التبدلات لن تحمل لكم هذا الكم من العذاب، عذاباتكم تحدث فقط بسبب أنكم قاومتموها. سأذكركم بأقوال ديزاين الحكيمة، فالأقوال الحكيمة تستحق الإعادة مرات ومرات. عاش في أحد القرن معلم يدعى ديزاين، وبجواره كانت تقطن عائلة لديها ابنة شابة جميلة. ذات مرة علم الأهل بأنها حامل، فغضبوا كثيرا وأجبروها على الاعتراف بشريك الخطيئة، والد الطفل. فأشارت إلى المعلم ديزاين، جاءوا إليه محملين بالغيد والحنق، وعندما وضعوا وقائعهم أمامه أجاب بكلمة واحدة، معقول؟ ولما ولد الطفل جاءوا به إليه، ودون أن ينطق بأي كلمة بدأ الاهتمام بالطفل وإطعامه وتربيته. كل ما هو ضروري كان يأخذه من عند هؤلاء الجيران والذين كانوا يملكون بقالية صغيرة بعد مضي عام على الحادثة، نفذ صبر الأم الشابة وما عادت تطيق فراق والدها، فأقرت لأهلها بزيف ادعائها السابق بأن أبا الطفل ليس هو المعلم ديزاين، وإنما هو شخص آخر. سارع الأهل عندئذ إلى المعلم وتوسلوا إليه أن يعيد لهم الطفل. بكلمة واحدة نطق المعلم وأعاد الطفل، الكلمة هي كانت ذاتها، معقول؟ تعلموا إتاحة المجال لحدوث التغييرات دون مقاومة لها ودون صراع معها. فإذا أنتم تعلقتم بالحالة والنار في أعماقكم تستعر حيث فارقكم أحد ما، فإنكم ستتسمرون وتبرد نيرانكم فيها وبالتالي تموتون.
فإذا تعلقتم بحالة السرور وبقوة تشبثكم بها ولم تسمحوا لأي عواطف أخرى بالدخول إلى حياتكم، فإنكم ستتسمرون فيها وبالتالي تموتون. إن فن الانتقال من حالة إلى أخرى يمكن أن ينجح بشكل رائع عند الأطفال، وخصوصا من أعمار من 2 إلى 3 سنوات. تذكروا طفلا ينتحب ولم يرى ضوء النهار، وعندما تحملونه إلى النافذة وتقولون له شيئا من هذا القبيل: انظر هي القطة هربت، ستتفتح على الفور عيناه وسيشرق وجهه بشكل مدهش. ها هو فن ألا تتعلق بأحد. تعلموا الإتاحة للطاقة بأن تنسب عبر جسمكم.